مشغول؟ لا لا تفضلي. عندي أسئلة كثير وأدري إن الجواب عندك. خير، وش صاير؟ لا تخاف، ما راح أسألك عن ليش غبت ووين اختفيت. دام الموضوع ما له دخل بأمي ما يهمني. طيب أسأل اللي تبينه. عبد المزرعة اسم من؟ يوسف يقول إنه باسم هيفا. ما أعرف عنه شيء، يوسف أدرى مني. شلون ما تعرف عنه؟ الجواب عندك، أنت محامي العائلة، الأوراق الرسمية كلها تجيك. لا أنا بس تجي الأوراق اللي أنتوا تبونها. وشلون أمي سجلت المزرعة باسم هيفا إذا مو عن طريقك؟ على أساس أني المحامي الوحيد الموجود بالرياض؟ الدنيا مليانة محامي. أوكي بمشي معك. لو نفترض أن أمي راحت لغيرك، على الأقل الأوراق يا توصلك يا تمر عليك. مو بشرط، عقود الأملاك الخاصة تكون موجودة عند أمك. أنا بس تجيني الأوراق الخاصة بالشركة.